تعيد او تبدا وشي حاجه. السلام عليكم ورحمه الله. مستبقا انا شفتي فيه حنا كنتواجدوا بالمحمديه الحاله ديال واحد السيد واحد الراجل كبير في السن كبير الله سبحانه وتعالى. الراجل كان خدام بخير عنده واحد ريبورتور كي دخل الرزق يقدر يقسم الله كفاش اتى المرض. من المرض واحد المحسن الله يجزيه بخير من هذا الممر الله يجزيه بخير كان دار ليه عمليه. السيد زكر كان كاري الدار ديالو باش يحاول يترزق الله. الوقيته دابا ملي جا دخل الدار ديالو لا مابقاش كاري الامور زادت ازمات شويه وزاد عليه الحال. ملي كنسولوه كنسولو العائله ديالو كيقول لهم لا راه بخير هو مسكين شاد في قلبه. نتمناو ليه الصفه ان شاء الله باذن الله. اليوم يا السيد دابا خدمت صدري تفضل. كاين واحد السيده الجاره ديالهم انا الجيران اكثر من الخوت لا تعاود لينا اصلو. تفضل لالا. لا تفضل لالا. السلام عليكم. السلام. هاد السيد جارنا مريض الله يشافيه كانت عنده واحد الكروسه الله المعين هو المعين في العائله ديالته عنده الزوج ديالته والابنه ديالته وكان هو اللي هاز كل شيء هاز طريطه هاز الماء هاز الضوء هاز المعيشه. اليوم انتم كتشوفوا من هذا المنبر مريض الله غالب خاصو الدواء خاصو ما عنده تغطيه صحيه ما عنده حتى شي حاجه عنده بنيه وحده وعنده الزوجه تاعته ما عندوش عنده الله. كاينين عالجيران ديالو هما اللي مساكن كي مره كيمونوا عليه وجمعوا ليه واحد شويه باش مشى دار واحد السكانير على راسو وشرا واحد شويه ديال الدواء. هذا الشيء اللي كاين هو هذا وخاصو باقي ليه وباقي ليه واحد الراديو خاصو يدور على الحنجره ديالته مازال ما داروش ما عندوش الله غالب ومشي للمن رجلي من واحد رجل من واحد اليد دابا دايرين ليه واحد الكروسه ملي كتش كتجرو الزوجه ديالته. حنا كنطالبوا بالمحسنين ها العمره ها الحج اللي بغى يدير هذا الاجر فهاد السيد تماما كلشي هنا كلشي هنا كلشي كاين هنايا راه ما عندوش ما فحالوش ما عنده الله والوقت راه غلبات ما عندوش من خدام عليه راه هو اللي كان معين بالعائله تاعته من طريطه من ماكل من مشرب من ماء من ضو. دابا الله غالب راه كلشي توقف راه هو تسرح التسريحه هكا الله غالب. ضروري الطريطه راك عارف الطريطه كل شهر الله يحسن العوان. تقدر اخ الله يرحم والديك شكرا تقدر حاجه تقدر تهضري عاودي نسي لي مع 10 مع 10 سنين اولدي ماشي عذاب. السلام عليكم. سنين وكان طالب ماشي على كتيفاتو ودار واحد تريبوتور ملي طاح صافي ما بقى نفعو حتى شي حاجه ولا كله تشلل كله مشى. هو اللي كان كتافي هو اللي كان كلشي بعد لا ولاد لا والو عندي بنت وحده دابا برك بكلشي طالب ماشي كاين عاد فوق فزتو مكاينش اللي يعطيك الضومه من غير واحد الجيران واحد البنت كاع ما مجوجها هي هي اللي كتعتقنا مسكينه مخدامه عا في الدروج والله الا هي اللي كتعتقنا. الدريه ما لقات لي خدمه ما شي حاجه ما عينا نجري والو دابا نعتبو خبزتو دابا حنا كنترجاو الله ولا كاين شي محسن يشوف في وجه الله يوقفوا معاه الله يرحم الوالدين هي راه كاينه بنت جيراننا مسكينه هي اللي عارفه كلشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت اختي زارتهم وكنتي الله اللي يخلصك. واش غنقول لك اخويا والله كاين شنو مخبي لي الزمان بصح راه بصح قد ما لقى يدير الخير يدير الخير يدير الخير لان حتى حاجه ما عاودي لي انت اختي زارتهم من قبل وهنا واه سنين حنا كنا في شانطي موسى يعني كنا جيران ما كنتفارقوش مساكن حتى تشللت السيد مسكين طاح ما لقاش باش يمشي للطبيب درت عا انا واخا ما خاصنيش نقول هاد الهضره في سبيل الله درت على الجيران اللي ما عطاش الكثير عطى القليل صراحه. هما باش درنا ليه السكانير ديال الراس دابا خرجوا ليه باش يدير هنا الراديو على القرجوطه والترويض قالوا لي خاصك دير ثلاثه الحصات الا بغى يديرهم يمشي عندهم 3000 ريال ولا بغى يديرهم في الدار وتجي عندو الطبيبه ممرضه 5000 ريال ما عندهمش. هما الماكله مساكن ما كياكلوش لا ما عطاهمش الجيران
هذاك الشيء انا خدامه انا عف الدروج وداك الشيء اللي قسم الله كنجيبو نقسمو معاهم. شي كيجيب لي مفطور شي الغداء شي العشاء ما عندهمش، يعني كيعاني ود الناس اللي كانوا شي محسنين وباغين يساعدوا راه اجرهم لله في هذا العيد. وما باغين حتى شي حاجه، باغين عاد السيد شي واحد يتكلف به على قد الحال، حتى هو مسكين باش يوقف، وباش حتى هو مسكين مريض هو كيبكي مغطي ما بقى باغي ليا ياكل ليه يشرب، ضروري خاص شي واحد اللي يعاونه. اجرهم لله، اللي بغى الحج واللي بغى العمره راه هي هنايا، واللي دار شي حاجه لوجه الله الا كان شي محسن ولا شي حاجه يبان في سبيل الله اجره لله. ما لقينا ليه جاد جاد لا جاد، لا ما عندوش لا تغطيه صحيه، ما عندوش لا سينيسيس، ما عندوش بزاف، ما عندوش الراميد، شحال من حاجه ما عندوش، ما عندوش الراميد، ما عندوش حتى الراميد باش غادي يساعدو ما عندوش. هو اصلا كانوا بغاو يصيفطوا لميريزكو قالوا لها تخلصي لومبيلونس، ما لقاتش باش تخلصها، داو الكلينيك في الليل على الجيران مساكن اللي جمعوا داكشي باش ديناه الكلينيك، وما كاينش ما نقولش لك. والعروق تبوشاو لي في الراس، ضروري خاصو يدير داك الراديو، لان هاد السيد الحاله ديالو ما نكذبش عليك، الناس ما بقاوش كيقدو يشوفوه، الناس هازين ليه الهم بزاف. كرهنا شي جمعيه ولا شي محسنين يوقفوا معاه لوجه الله. شان نقول لك الحاله ديالو صعيبه بزاف. شي رقم ديال التليفون كاين؟ اييه رقم الهاتف 06 73 91 45 12. الرقم الهاتف هو 06 نعاود لك الرقم. واخا عاودي لي الرقم باش تسجلو اختي. واخا 06 06 73 91 91 45 12. كيف كتشوفوا متابعي قناة سو تي في، الرقم اللي كيدير على الشاشة هو 06 73 91 45 12. صافي كنطلبوا من الناس المحسنين باش يحاولوا يتعاونوا مع هاد السيد هذا، الله يجزيهم بخير. كما قالت الأخت قبيلة الحج راه كاين هنا، اللي بغى يدير العمرة ولا يدير الحج راه الحج هنا، راه هاد السيد هذا دايز فيه بزاف الحوايج. كاين شي كلمة شي رسالة توصل للمحسنين؟ واش غنقول لك الا في استطاعة ديالهم باش يعاونوا هاد السيد لوجه الله. هو راه كان مسكين طالب معاش وكان داير ترومبورتو يخدم بصحته مسكين. كان بصحته كيهز للناس الليمون، كيهز لعباد الله اللي بغى يدير شي حاجة اللي بغى. مني مسكين طاح ما بقى عندو والو، تمن هذاك ترومبورتور باعوه حيت كانوا كراو دارهم باش يخلصوا التريتا وداك الشيء. دابا هما مساكن شغنقول لك الحالة، هو اللي كان كيخلص التريتا والما والضو وداك الشيء كل شيء تجمع عليهم، حالتهم صعيبة. واليوم كنطلبوا من القلوب الرحيمة يشوفوا من هذا الراجل، راه مثل باهم مثل الجد ديالهم. الله يرحم ليهم الوالدين اللي وقف معاه. راه العمرة كاينة هنا والحج كاين هنا، راه كلنا كنكونوا بصحتنا واحد شوية تا كنقولوا حتى كنتجبدوا، راه هادي هي الدنيا، هادي هي سنة الحياة هي هادي، والحمد لله على كل حال. الحمد لله، الله يجيب الشفاء. آمين يا رب. كيف كتشوفوا معايا متابعي قناة سو تي في؟ مازال نعاود نذكركم بالرقم. الرقم هو 06 73 61 45 12. 91 خويا وسيم واقيلا غلطتي، الرقم ماشي هو هذا. اللي عطيتك انا هو اللي صحيح. ماشي واحد باش كنكتب كتب الرقم كتب غلط. 06 73 91 45 12. ديما الرقم شويه بنادم ماشي. الرقم هو 06 73 91 45 12. صحيح دابا. كيف كتشوفوا معايا متابعي قناة سو تي في، الرقم هو اللي كيظهر على الشاشة. الله يجزيكم بخير. اللي يحاول كيفاش يتعاون مع هذا السيد هذا بالقليل بالكثير، غير باش يدير عملية باش يصح شويه، لان يعني عنده غير البنيه والزوجه ديالو راه مراه كبيره حتى هي وكتالم، لان راه 10 ديال السنين. شكرا متابعي قناة سو تي في، الى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله.